الحرية الطبية. ما احنا بلد دكتاتوري، احنا بلد ديمقراطي، تعودنا على الديمقراطية. الممارسات اللي قاعد تمارسها الحكومة ممارسات دكتاتورية لا تليق بدولة بسمعة الكويت. حتى في تنفيذهم لأوامر الوزير في إغلاق المواقف وتأذي الناس تخليهم يصفون في مواقف بعيدويون، هذه تصرفات لا تليق في بلد مثل الكويت. أنا حر، هذا جسمي، أنا حر أن أنا والله أخذ دواء ولا ما أخذ، تجبرني عليه ليش؟ ليش تجبرني؟ أعطني سبب مقنع، اقنعني. الوباء والعلاج ترى شيء موضوع فطرة. أنا لو شفت أن في وباء سأركض بروحي، وما عندك لقاح ببلاش بدفع فلوس. ولكن أشوف الوضع طبيعي، سنة ونص معيشيننا في وهم، في كذبة. لصالح من هذه الكذبة؟ لأي حكومات؟ حكومتنا لها دور، منو له دور؟ لا نعلم. بس التضييق اللي قاعد يصير ما له أي معنى. كنا مفكرين أول الموضوع موضوع فلوس، اشتر لقاح مليونين، ثلاث، أربع، خمس، عشر ملايين جرعة، حاطهم الفلوس. تعودنا نعطي فلوس حق الدول، حاط فايزر وأوكسفورد وهذه الفلوس. بس لا تطعم شعبك، لا تطعمه. ليش تبي تطعمه؟ وباء. الكذب هذا اللي قاعد يكذبون المناديب في تويتر، هذا ما يطوف على أحد أبدا، ما يطوف على أحد. اليوم صار في إغلاق لجميع الأجنحة مالت كوفيد، والله إخلاء العناية المركزة، يعني نجح التطعيم خلاص فكني، اسمح لي خلني أسافر. وصلت للمناعة المجتمعية، ليش للحين؟ ما معنى إغلاق أجنحة كوفيد في جابر وفي مبارك؟ العناية المركزة لما تفضل اليوم، يعني يا ما في وباء، يا أنت كنت تكذب في الإحصائيات السابقة، وهو اللي أنا أرجحه من الأساس. من الأساس أرجح الحكومة، وزارة الصحة ما كانت صادقة في الإحصائيات هذه. تضييق لصالح من؟ ما له صالح حد. كثر الضغط سيولد الانفجار. هذا الشعب ساكت الحين قاعد يطالب بسلمية، ولكن اللي قدام ما تدري كثر ما تضغط عليه سينفجر.